رؤساء المدن وكان حاضر معانا الساده النواب. احنا هنبدا تفعيل، وانا بقولها تاني، تفعيل موضوع يعني اجمل قريه ومدينه، تمام؟ وهنحط ان شاء الله مجموعه من الضوابط، هنبتدي ننزل فريق عمل يقيم القريه اللي هتفوز. هنديها نص مليون جنيه لخدمات القريه، والمدينه ممكن يبقى مليون جنيه. القريه هنديها نص مليون جنيه، وهنكرر الحكايه دي، التقييم كل 3 شهور، تمام؟ كل 3 شهور هنختار قريه، كل 3 شهور هنختار قريه على مستوى المحافظه، وبالتالي هندي الدعم ده للقرى عشان تبتدي تشتغل بيه، لو عايزين رصف، لو عايزين مشروع معين نساعدهم فيه. فارجو ان حقيقه الموضوع ده في اجتماعاتكم مع رؤساء القرى نتكلم عليه تفصيل، وهم وكل قريه. بص، مفيش قريه هتتقدم ومفيش قريه مش هتقدم، لا، كل القرى متاحه وكل القرى هيتم تقييمها. وبالتالي طب انا هقيم احسن قريه واسوأ قريه؟ اسوأ قريه نعمل فيها ايه؟ يبقى ما يستحقش يقعد معانا، رئيس القريه ما يستحقش يقعد معانا، ونعمل علامه استفهام على رئيس المدينه انه ما يتابعهوش. واضح؟ احسن قريه اهو، نكافئ رئيس القريه، نكافئ الجمهور القريه اللي هو يتعاون معانا، تمام؟ ونقدم لهم خدمه في حدود نص مليون جنيه. اللي مش هيتعاون واللي مش مهم بالنسبه له نظافه القريه ولا تجميل القريه، يبقى خلاص معلش حضرتك سيب مكانك لحد تاني غيرك. كل سنه وانتم طيبين. دخلنا في العشر الاواخر. ادعوا كده لمصر كده و بالتوفيق وكده مزيد من التنمية والتقدم، وإن شاء الله بالتوفيق للقيادة السياسية. ادعوا لنا، ادعوا كلنا في الأيام الأيام المباركة، ندعي لبلدنا، وإن شاء الله من تحسن لتحسن بإذن الله.